عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الأفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما. ناقش المؤتمر جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تطوير مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة. وعلى هامش المؤتمر التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول ستيفن تاوسنت قائد القيادة الأفريقية الأمريكية، حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والأفريقية.